السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. يلا اللايك الجميل والتعليق اللي بتصلي بيه على الحبيب يا برج الثور، ما تبخلش عليا باللايك ولا بالتعليق الحلو. وما تنساش تقول لي دعاء ادم عليه السلام كان ايه لربنا. انزل وقول لي لو انت تعرف دعاء ادم عليه السلام، اكتبه لي في الكومنتات بنيه قضاء حاجتك، وان شاء الله باذن الله ربنا يكبر بخاطرك. يلا الصلاة على الحبيب، الهدوء التام، نركز في قراءة مواليد برج الثور ونشوف الأخبار مع بعض. بسم الله. طاقتك عامة، يعني بص الطاقة بتاعتك، شايف؟ بسم الله. أول حاجة أنت عندك اليومين دول حرفيا راحة. هتقولي ليه راحة وعرفت منين؟ عندك اخبار برضو حلوة وهتيجي تبشرني. عندك هنا طاقة حلوة جديدة في حياتك بسبب قرار مهم، بسبب موضوع هيتعرض عليك، بسبب مواجهات هتواجهها وهتحط النقط على الحروف، الله اعلم. بس عندك خير، والخير قادم حلو قوي قوي، هيفرحك الفترة اللي جاية. في هنا تعليق او في هنا انجذاب او في طاقة حب بينكم وبين حد الفترة دي، هيكون برضو في كلام حلو هيتقال. بسم الله ما شاء الله. هنا عندك خبر حمل، خبر ولادة، خبر تغيير عتبة، خبر أرض صلبة، الله أعلم. بس في خبر جديد في حياتك الفترة اللي جاية هيخليك تاخد قرار مهم. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليك، في يعني انت ناوي تبعد عن ناس كتيرة في حياتك. عندك حد تعبان الفترة دي، ان شاء الله بإذن الله ربنا هيشفيه. انت من الاشخاص اللي هي عندها ربط احداث بطريقة رهيبة، بتربط احداث بطريقة طاقة او بطريقة عامة، بتربط الاحداث ببعض. بمجرد ما بتربط الاحداث بتاخد قرار حاسم وبتبص للمستقبل بشكل مختلف. فانت هنا هيكون في بيتك هيكون عندك فرحة، ومية في المية ان شاء الله بإذن الله ممكن يكون عندك خبر يخص حم، او هيبقى فيه لم شم، لقاء يخص اطفال، خبر حمل، لم شمل مع اطفال بعاد عنكم، حاجة تخص اطفال. فرقوكم بسبب السحر اللي اتعمل في حياتكم، فرقوكم عن الشريك، فرقوكم عن اشخاص انتوا بتحبوهم، الله اعلم. بس فرقوكم فعلا عن اشخاص انتوا بتحبوهم، رغم ان انتوا مساحتكم فاضية وقلبكم طيب، بس تعبتوا الفترة دي في الحياة بشكل مختلف. في هنا حمل كبير انتوا شايلينه، في حاجة كبيرة شايلها على كتفك وماشي وخايف. ففي عندك طاقة خوف كبيرة، الله اعلم، خايف على حد مسجون ولا حد عندك. في طاقة خوف عندك في حياتك بسبب كلام. عندك نقطة من اول السطر، عندك بداية جديدة، ناوي تبدي جديد، ناوي تشتغل بحياة مختلفة. فانت عندك بداية جديدة 100% الفترة اللي جاية، وعندك افكار كتيرة برضو. الافكار الكتيرة دي هتخليك تمشي في طريق صح، وهيخليك ترمي ورا ظهرك كل المشاكل السلبية، هيخليك منصور وتاخد قرارات حاسمة في حياتك. في كمان هنا تأجيل موضوع او تأجيل مشوار، تأجيل خروجة، الله اعلم. في تأجيل حاجة معينة في حياتك. في كمان هنا مراقبة على السوشيال ميديا او مراقبة في الحياة عامة من اشخاص او من ناس موجودة في حياتكم. خلوا بالكم ان انتوا دايما في ناس عندكم في حياتكم بتحاول بقدر المستطاع توقعكم، بتحاول بقدر المستطاع تأذيكم، وانتوا طبعا يعني مديينه الامان، مديينه الحب. فيا ريت ما تأمنوش لأي حد، عشان هم بيعرفوا ازاي يرسموا ان هم كويسين وان هم حابين لكم الخير، بس هم في الحقيقة مش كده خالص. هم في الحقيقة بيحبوا يطعنوا في طريق طويل ماشي فيه. الطريق الطويل اللي انت ماشي فيه ده هيكون اخره انتصاره، بس خلي بالك من صحتك. نجمك دايما بيلمع في السماء، نجمك عالي، نجمك بيلمع، دايما بتجتهد، دايما بتجاهد، دايما بتفعل حاجات محدش يقدر يعملها بسهولة. يعني طول الوقت عمال تعافر، طول الوقت عمال تجاهد عشان نفسك تخلص من اللي انت فيه. عندك نجاح ان شاء الله في دراسة، او ورق هيخلص عندك اذا كان ورق سفر، او عندك اخبار تخص الورق ده الفترة اللي جاية.
في هنا استقبال اشخاص هيدخلوا بيوتكم وهيزوروكم ان شاء الله، فاقدر اقول ان فرحتك هتتم على خير باذن الله. انت في رزق جاي لك عن طريق سفر او عن طريق مكالمه مستنيها من حد بعيد عنك. انت عندك التبيعه واخده جزء كبير في حياتك، او انت حاسس ان انت معمول لك سحر مرشوش. بالفعل انت عندك طاقه سلبيه بتغيب وتغيب وتيجي على حياتك. انت يمكن حصلوا عندكم اكتر من ارتباط، حصل عندكم اكتر من خطوبه، حصل اكتر من كلام ومفيش اي حاجه بتتم. فانت عندكم التبيعه، القرين تبعكم متابعكم على طول، وتعبكم مخليكم دايما مفيش استكمال اي مواضيع او استكمال اي حاجه، اذا كان فرحه او اذا كانت حاجه معينه في حياتك. حاسس انه في حاجات كتيره جدا واقفه في وشك، او واقفه في سبب تحقيق نجاحك الفتره دي بسبب حاجات كتيره جدا بتحصل. في حد هنا قصير، الحد القصير ده يعني دايما يعني مثلا الشخص الراجل او الست او الحد القصير عندكم ده بينكم وبينه شغل، او بينكم هيكون بينكم ما بينه لقاء، بينكم ما بينه حاجة معينة. الحد ده ناوي ان هو ممكن يأذيك الفترة دي، فخد بالك من نفسك. وانت ناوي ان انت تساعد، ناوي ان انت تدي. انا بس كل اللي عايزة منك ان انت ما تثقش قوي في الاخرين، وتكون هادي في تصرفات، هادي في افعال، هادي في قرارات، هادي في حاجات معينة في حياتك، عشان خاطر استكمال مواضيعك او استكمال حاجة معينة تخص حياتك. في طاقة خوف عندك، طاقة الخوف دي مخلياك مخنوق، مخلياك متضايق من ناس كتيرة جدا مقربة لحياتك. فياريت تهدي اعصابك خالص، وتعرف ازاي تشتغل على نفسك الفترة دي. ممكن يكون عندك صلح مع ابراج نارية، او عندك اعتذار مع ابراج نارية، الله اعلم. بس انت هنا عندك طاقة حزن، طاقة حزن من اشخاص موجودين حاليا في حياتك. عندك نغزة في قلبك بتجيلك من غير اي سبب. انت اتحولت لشخص مختلف، اتحولت لشخص تاني غير ما هم فاكرين خالص، بس جوه قلبك شوية حزن، وبتحاول على قد ما تقدر تطلع من اللي انت فيه. صحتك دايما اقولك ان هي رقم واحد في حياتك، فما تهملش ابدا في صحتك، والمحكمة دي هتكون ليك خير. وممكن كمان خلال المحكمة دي هتاخد حقك تالت ومتلت بإذن الله، علشان انت صبرت. وممكن المحكمة دي تخص عاطفة، او تخص موضوع ورث عندك في حياتك، فان شاء الله بإذن الله هتاخد القرار الصح الفترة اللي جاية، عشان انت فعلا تعبت، وتعبت اشد التعب من ناس كتيرة جدا موجودة في حياتك، او من ناس موجودة عايزة تاكل حقك، بس انت برضو ما سايبش حقك ابدا، وبتقول انا لازم اخد حقي. بينك وما بين الشريك برضو يعني بعض النفور، بعض المشاكل للمتجوزين. عندكم طاقة سلبية، مفيش راحة، مفيش حياء، يعني في امور منعكسة لحياتك، في امور مضايقاك. فياريت تخلي اعصابك هادية 100% الفترة اللي جاية دي، علشان خاطر ما تقولش انا تعبان او انا متخان. انت مصمم الفترة دي بقدر المستطاع ان انت تاخد حقك، مصمم بشكل كبير جدا ان انت ما تسيبش حقك زي الاول. قلبك قافل عليه، قلبك جواه كمية حزن رهيبة، لدرجة ان من كتر الطاقات السلبية اللي انت حاططها في قلبك مخنوق ومتضايق. انت اهملت في يوم من الايام الشخص اللي انت بتحبه، وبعد كده حصل مشاكل، حصل توتر، حصل طاقة سلبية بسبب الاجتهاد. كنتوا باصين لحاجة معينة، او جيتوا على الشريك بسبب طردوا حد تاني في حياتكم، الله اعلم. عندك تفاصيل مهمة جدا انت عايز تكتشفها من حد. انت قررت او خدت قرار ان انت تنفصل عن حد ممكن تكون بتحبه، او ممكن تكون خدت القرار غصب عنك، الله اعلم. بس انت 100% الفترة اللي جاية دي عندك نجاح في كذا موضوع شاغل بالك، عشان هتقف على ارض صلبة. طريق ضلمة، الطريق ده ضلمة لسه ما تنورش قدامك، هيتنور في قرارين مهم
وممكن كمان يكون في تواصل بينك وما بين حد. انتوا قاعدين قافلين على نفسكم بيبان، قافلين على نفسكم حاجة معينة في حياتكم، مش عايزين تعبروا عن مشاعركم، حاسين ان انتوا مقسومين نصين بسبب الكلام اللي بيحصل، رغم ان انت عندك تواصل حلو او لقاء حلو مع ناس. انت جوه قلبك لهفة، جوه قلبك حنين، جوه قلبك اشتياق، في حب جواك، وده هيخليك من خلال الحب ده هيخليك تمشي في طريق حلو. برضو الطريق ده اقدر ابشرك بيه انه هيكون سبب رئيسي لنجاحك الفترة اللي جاية. اغلبكم هنا ممكن يكون عنده سلطة او بشرة حلوة. في كمان انتظار، او انتم منتظرين مكالمة، منتظرين حاجة تخص قلبكم الفترة دي. بالفعل انتوا عندكم الاستكمال في المواضيع، بس خلي بالكم ان دايما اقول لكم انه في عدو بيحاول يقرب منكم، عدو بيحاول يستغلكم، عدو بيحاول ان هو يأذيكم، هو اكبر منكم في السن. الشخص ده فعلا هو انسان مش كويس، انسان خبيث قوي، وعايز يأذيكم بأي طريقة، وانتوا مدينه الامان، ومدينه الامان بشكل كبير قوي. عندك تحويل من مكان لمكان، او تحويل لطريق تاني جديد في حياتك. انت ناوي او حاليا بدأت ترتب اولوياتك، بدأت ترتب مسؤولياتك، بدأت ترتب حاجات موجودة في حياتك. عندك هنا بسم الله ما شاء الله عليك هدية حلوة، انت هتجيب او حد هيجيب فيه هدية عندك حلوة. بس خلي بالك اني دايما اقول لك ان في ناس حطاك في دماغها ومركزين معاك اول فترة دي، رغم ان انت كويس معاهم، بس مركزين معاك قوي ومنعينهم ان هم يعرفوا اي حاجة تخصك، يستغلوا فيك، الله اعلم. دايما اقول لك ان انت ذكي ومتألق وواثق في كل خطوة بتخطيها، ما بتخطيش خطوة والسلام، لا، بيبقى عندك ثقة، بيبقى عندك طاقة، بيبقى عندك إرادة نفسية ان انت تشتغل وتعافر. عشان كده هيكون عندك بصمة، والبصمة دي انت هتكون مندفع ليها قوي، علشان هتجيلك من وراها خير، والخير ده هيكون برضو حلو وهيعوم على حياتك الفترة اللي جاية بالكامل. من خلال الخير اللي جاي لك ده هيخليك تعمل كذا حاجة انت في بالك حاليا او بتفكر فيها. عندك هنا كمان انفراجات الفترة اللي جاية دي في حياتك، بس عايزك تحذر من الامور المادية، تمسك على ايدك شوية، وبلاش ان انت تحكي عن مشاكلك، خليك كتوم شوية، ما تحكيش لأي حد حتى مهما يبين لك ان هو عايز يساعدك، لا، عشان خاطر في غيرة وفي حقد. انت كمان هنا حاسس ببعض التشتت في قرار مش عارف تاخده، حاسس انه في حد بيتناقض معاك، حد بيأذي فيك، حد بيلعب بمشاعرك، الله اعلم، بس في خوف. عندك حرف الام، حرف الام ده بيظهر لك على طول في حياتك، ده موجود في حياتك برضو، ظهر لك او بينك وما بينه كلام. حرف الايه برضو موجودين في حياتك، وعندك حرف الواو، الثلاث حروف دول او دول موجودين في حياتك، بينهم ما بينك كلام، او قطعت علاقة مع حد بينهم فيهم دول، عشان خاطر حسيت ان انت فعلا مأذي، في علاقة تعباك، علاقة سامة، بتحاول بقدر المستطاع تخرج او تبعد عنها، بتحاول تطلع من اي مشكلة سلبية في حياتك. في كمان حد عايز يرجع لك ويكلمك، عايز يرفع التليفون عليك ويكلمك ويتواصل معاك، بس انت يعني ممكن يكون هو ناوي يبعت لك مرسال برضو، وانت هترد عليه رد قاسي عشان هو فعلا ظلمك. انت عندك انتصار الفترة دي، او عندك حاجات هتفعلها هتغير حتى تفكيرك، هتغير كذا حاجة في بالك. وخلي بالك كمان ان انت نويت خلاص ان انت تشتغل على نفسك وتهتم بمظهرك اوي الفترة دي، وبدأت ترمي ورا ظهرك ناس كتيرة جدا اذوك. انت دايما بتمتلك ارادة قوية، بتمتلك حال احسن من الاول، ففي لو في اتفاق عليك او في اذى هتبعد عن اي حاجة تأذيك. حالتك النفسية اليومين دول متأثرة من حتى الهواء اللي بيعدي، من حتى الريح، من تقليب الجو، بتحس انه في امور انت متسرع فيها. انت معروف عنك ان انت هادي قوي،
معروف عنك ان انت بتسكت تسكت تسكت تسكت، لدرجة ان هما بيقولوا عليك انت بارد الاعصاب، انت ايه البرود اللي انت فيه ده، وما يعرفوش ان انت اصلا اعلنت الحرب بتاعك عليهم، بس ساكت وما بتحبش تواجه او ما بتحبش تتكلم عن حاجة انت عايز تعملها. ففترة الضغط اللي عليك وفترة التعب دي فترة وهتعدي، وممكن كمان في يوم هتنام تصحى على مكالمة حلوة او على حاجة مناسبة، لقاء مقابلة الله اعلم، بس انت هتنام تصحى هتلاقي في خبر برضو حلو هيفرحك. انت هنا عندك انفراجات من بعد الضيق، انفراجات من بعد الخنقة اللي عمال تفكر فيها، عمال تحوش وماسك على ايدك برضو او بتحاول تمسك على ايدك، عشان عايز تشتري تليفون، عايز تشتري عربية، عايز تبني حياتك، حاسس ان انت عايز تبدأ من الصفر او انت حاليا بتبدأ من الصفر الله اعلم، بس في برضو مواضيع عندك عمالة تتعرض عليك، عيونك كلها دموع ومش قادر تتكلم عنها ولا قادر تفتح عن اي حاجة تخص عيونك، مش عايز حتى تتكلم مع حد عشان دموعك ما تنزلش بينك وما بين نفسك. انت دايما بتقول ان انا دموعي غالية قوي ان هي تنزل على بني ادم، بس دايما دموعك على طول بسبب الكلام. ففي خبر هتسمعه يخص اصدقاء، يخص لمة، يخص حد انت بتحبه، هتسمع الخبر ده. وفي هنا كمان نهي علاقة من حياتك هتنهيها، ومن بعد النهاية دي برضو هتجيلك رسالة. العلاقة دي مش لازم علاقة حب، ممكن تكون علاقة صحوبية، علاقة خوية، علاقة حاجة معينة بينك وبين حد، برضو هتنهيها وهتدخل في فترة إيجابية، علشان انت شغال على نفسك الفترة دي في مواضيع كتيرة جدا، شغال على نفسك في مذاكرة، في أمور الله أعلم. في كمان دعوة مستجابة ليك، زي ما قلت لك انت نجمك في السماء بيلمع، وده بيدل ان انت هيجيلك فلوس حلو. عندك هنا رمز الهلال، رمز الهلال ده بيقول ان انت هتكون الايام اللي جاية منزهر، وهيكون عندك تبشرات او هتكون متبشر. انت دايما رامي حمولك، رامي همومك على ربنا، وبتقول يا رب اكرمني من حيث لا تحتسب، بتقول يا رب انا فعلا تعبت فمحتاج ان انت تقف معايا. انت لو غيرت الارض اللي انت فيها، او مشيت في طريق السفر بالخير، او عملت حاجة معينة في حياتك، هتلاقي الامور بدأت تتحسن، وهتلاقي الضغط اللي انت فيه بدأت تطلع منه. وزي ما قلت لك انت بخبر حلو هيسعدك خلال كام يوم بالظبط هتسمعه، فعلا الخبر ده هيفرق معاك قوي، او المكالمة اللي انت مستنيها اقدر اقول ان هي فعلا برضو هتفرق معاك قوي، عشان هتحس قد ايه فيك امور عندك بدأت تستجد، او في كلام بدأ يتقال عندك. في هنا مناسبة انت بتحاول تحضر لها، المناسبة دي هتنزل وتشتري حاجة معينة تخص الالوان المتفضلة، الالوان المفضلة ليك، هتشتري منها حاجة وهتعمل برضو كذا حاجة، او هتمشي على ارض صلبة او على طريق خيط في حياتك في انجذاب. وخلي بالك انت جوه قلبك نار من ناحية حد، بس مش عارف تعبر او مش عارف تتكلم، ليه؟ ساكت ساكت وما بتتكلمش خالص. فمن ناحية العاطفة، العاطفة هيكون في تحسن 180 درجة، او الموازين عندك هتتقلب برضو في العاطفة، علشان خاطر انت رامي حمل كبير جدا على ربنا، ففي فتح ببال، في امور هتتفتح قدامك وهتحصل معاك حاجة حلوة برضو هتفرحك. من الحاجة دي هتشيل الهم اللي على كتفك وهتحمد ربنا قريب جدا في مسائل معينة في حياتك، في مواضيع معينة في حياتك انت بتمر بيها، في كلام بيتقال في بالك برضو انت عمال تمر بيه الله اعلم، بس انت حرفيا تعبت من كمية الضغط النفسي اللي عليك، وتعبت من الحب والشوق اللي بينك وما بين حد، او اللي انت بتحبه لحد وساكت ومش عارف تعبر عن مشاعرك، ولا عارف تتكلم حتى، ولا عارف تعمل اي حاجة تخص الشريك او تخص الحد اللي في حياتك ده. فالفترة اللي جاية هيكون في تغيرات باذن الله، وفي طاقات عامة هتبشرك بالخير. اتمنى لك السعادة والهنا والرزق والتفاؤل، اتمنى لك الامور المستجدة لحياتك اللي هيكون فيها تغيرات باذن الله. ما تنساش طبعا دعاء
آدم عليه السلام تقوله لي بنية قضاء حاجتك. إن شاء الله بإذن الله هيكون عندك تبشرات حلوة أو أخبار حلوة تخص أيامك اللي جاية، فما تقلقش خالص، كل حاجة ليها وقت معين. وانتظر توقعاتك الفترة القادمة بإذن الله هتكون خير. تحياتي ليك.